اليوم غيرنا فتوتشيني. لقاء قالت بتسوي فتوتشيني عشان العيال، فهنا حمست الشريمب مع شوية ثوم يعني كده، بس حمسة بسيطة. انتوا عارفين الشريمب يعني يستوي بسرعة. هنا سوت الصوص حق الفتوتشيني. قولين مش حطيتين شوية خاشوقة مع الطحين وزبد، وبعدين شوية حمسته وخليت له هيفي ويبينج كريم وحليب وبارميجان تشيز. اوكي خلاص. الزبدة اول شيء حمستي الزبدة مع الطحين وبعدين زي ما قالت لكم هيفي كريم وحطيتي فلفل طبعا اسود وفلفل اسود وملح فلفل اسود وملح وحليب تمام. والحين سمبوسة، سمبوسة هذا اللي هذا حق السبرينج رولز ايج رولز. تقدر تسوي ايوه الاسهل لك انك تسوينها كذا سبرينج رولز صح؟ ايه وتقدر تسويها مثلثات. ايه بس المثلثات تاخذ وقت تاخذ وقت فبما انها نفس الطعم خليها امريكا حولناها الى شو اسمه سبرينج رولز وخلصنا. ايه اسرع واسهل. اسرع ايه يلا سوي لهم واحدة ما شاء الله. هي بسرعة تسوي بسرعة اسوي ايه بس احضر المي سوري هو يعني الحين وقت الافطار يمكن بعد نص ساعة بس هي سريعة. هي اخذت العيال وودتهم المول. الاطفال قالوا نبغى المول وهي تدلعهم لو اننا والله ما وديهم خصوصا هذا الوقت. فودتهم وطيبت خواطرهم وبعدين رجعتها كذا السبرينج رولز. الله طبعا doesn't have to be perfect but you know. ما تحطين دقيق يلزق كذا يلزق بس شوي يعني انا قاعده اسيجها دن بس احط طبعا احط هذا شو اسمه اسوي عجينه كذا خفيفه. لا شوفي يلزق ايه ممتاز شوي اقل شوي هذه طريقته. خليني اوريهم الاجواء الحين. كان حلو الجو بس شيء طبيعي عند الغروب يبرد بس شوفي الشمس خبت ورا السحب خسارة. والله الظهر كانت حارة ايه وانا اقول صح. وبقول بوريكم ايش سووا البنات. نور بنت لقاء السعنونة هذيك سوت هذه. انت ساعدتيها صح؟ شوي والله انها شاطرة. هذه كريمة ولا مهلبية؟ لاني انا كنت برا كان عندي يعني مهلبية بالكاسترد والنشا. اكيد حطيتي نشا. لا والله ما حطيت بس كاسترد. الكاسترد اصلا هو نشا. هو المكرونة فتوتشيني وهذا الشاي العراقي. هنا حاطة موية وهنا بتحط الشاي ويصير خلاص يعني على ال هنا كمان تحطين شاي ولا بس موية؟ هذا ماي بس ماي. وليش حاطي له كذا؟ لانه هسه المي يروح هنا هذا يضرب فوقاته. ايوه بالبخار صح بالبخار. بس هذا حتى ما يفعل. في ناس شكلهم حتى البخار يبقى. هذا للشاي العراقي خدري الشاي خدري هذا عشان يتخدر الشاي. حتى احنا بلهجتنا الجنوبيه نقول ايوه خلي الشاي يخدر الشاي يخدر يعني يطول يقعد على النار يصير لونه أغمق ومركز أكثر عشان يركد الرأس. يلا يلا خلاص الحين وقت الإفطار إن شاء الله. الحين وقت فطورنا. ها كيف الفاتوتشيني؟ رؤى هي أكثر واحدة تحب الفاتوتشيني وتعرف إذا كانت تمام ولا ها جنن صح؟ العافية. هذه اللي كانت سويتها. أنا جنيت على السبرينج رولز. بصورش. قبل ما أصورش يا أخته. كيف أختي بارش في الرياضيات؟ الله ياخذني قبلش. مذابك هذه ما يحق تلقى حاطني لو سمحتي. شوفي أنا يحق لي أتكلم غامدي. أمي غامدية وأبوي قحطاني لكن أنتي لا تتكلمين غامدي لان امك قحطانيه وابوك قحطاني. طب انت هاف غامديه هاف طب ايش دخلت مني انا ربع غامديه انت امك وابوك قحطانيه تعرفين
راح يستمتعون بالكلمات يعني مال باك هوم حتى بناتي رغم انه عربيتهم شويه يعني مو كلش بس يتذكرون بعض الكلمات ويحاولون يستعملوها اللي هي من اللهجه التراث العراقي بالضبط اللي يحكوها الكبار بالعمر او الناس الاصليين او يموت يجن على الكلمات القديمه والامثله حتى بناتي ها لا امثله ما يعرفون ما كان يهتم بعدين لما صار لما صار عمرها 17 تقريبا بعد ما جينا امريكا بسنه صار يسألني وينتبه ويضحك على المتابع أول كانت حتى البرامج اللي تابعها والله يا جماعة أنا أسولف لكم وأسولف لكم حتى البرامج اللي تابعها والقنوات اللي تابعها على اليوتيوب كانت الأمريكان وبريطاني صار بعدين بعد ما جينا هنا بسنة يتابع العرب ويهتم بالأخبار العربية واللهجة حقتنا يحن البلد شوفي كيف سبحان الله حتى تشوفي البنات يروحوا من مولودين هنا فاطمة هي تروح يعني تدور أغاني عربية أشياء عربية مرات هي تدزلي أشياء جديدة هي تدزلي أغاني ما أعرفها هي تدزلي ما كانت فاطمة لا هسه بالجديد يعني بعد ما تعرفت على عيالي صح؟ أي على عليكم يعني أكثر شيء هي حبت لهجتكم لهجتكم صراحة شجعتها صارت تريد تتعلم شلون تحكي سعودي كانت تقول لي ماما شوفي لهجتهم ايش قد حلوة احنا مو حلوة لهجتنا بعدين يعني هم انا تعرفت على اللهجة العراقية تجنن لا بس انتوا لهجتكم انزك عرفتي احنا والله انك عسل والله من صدق كل اللهجات العربية حلوة العراقية المصرية كل الدول العربية تعجبني حتى السودانية تعجبني والله العظيم لا عربي بس من السودانية تعرفين اسمهم يعني الدايلكت شوية مختلف يعني مو عربي إلا السودانيين إيه؟ أكو يحشون عربي وأكو يعني فتشي ما تفتهمين عليه داير شنو يا زول داير شنو يعني إيش فيه لا يختلف يعني شوية صعب تفتهميها إحنا نفهمهم لأن في كثير سودانيين في السعودية